يقف كوخ على شكل قبة في وسط قرية أردنية نائية شمالي المملكة، وتستخدم القبة الغريبة كفصل دراسي وأحيانا كملعب لأطفال اللاجئين السوريين في قرية الزعتري التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي عمان. وشيدت القبة لاستيعاب مزيد من الطلاب السوريين في مركز تعليمي بالقرية. ويهدف المركز الذي تديره منظمة اسمها العمل من أجل التغيير لتوفير التعليم للاجئين الذين لم يلتحقوا بالمدارس. Yes. Goodbye.